بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا ذكرنا الأسبوع الماضي مقدمة هذا البحث المهم، وهو الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم، فنجدد به عهدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن المتأمل لوجوه الإعجاز القرآني يجده تعدى حدود المعاني والمعارف، فلا يقتصر إعجازه فقط على عظمة سبكه ونظمه أو على ما يحويه من معارف غير متعارضة وعلوم ظاهرة وما يتضمنه من أخبار ثابتة، بل مع كل هذه الوجوه نجد وجها آخر غاية في الأهمية، وهو تأثيره في سامعيه. فالقرآن له تأثير عجيب على سامعيه، يظهر في صور وأشكال متعددة، فبمجرد الاستماع إليه وإن لم يفهم المقصود منه تجد القلوب قد انفتحت، والنفوس قد اطمأنت، والهدوء والسكينة قد حل بمستمعه. وهذا الإعجاز التأثيري يتعدى من آمن به إلى من أنكره أو كفر به. ولهذا اختار الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم كأهم وجه من وجوه الإعجاز فيه، فقال في رسالته بيان إعجاز القرآن: قلت في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحدهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن، يعني إلا القرآن، منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت إليه مرتاعة، قد عراها الوجيب والقلق، وتغشاها الخوف والفرق، تقشعر منه الجلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس ومدمراتها وعقائدها الراسخة فيها. فكم من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات من القرآن، فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول، وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيمانا. انتهى كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. إذن في القرآن العظيم سر خاص يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها، يشعر أن هنالك شيئا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير، وأن هناك عنصرا ما ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن، يدركه بعض الناس واضحا ويدركه بعض الناس غامضا. هذا العنصر الذي ينسكب في الحس يصعب تحديد مصدره،
أهو العبارة ذاتها؟ أهو المعنى الكامل فيها؟ أهو الصور والظلال التي تشعها؟ أهو التأثير، أهو التأثير القرآني الخاص المتميز عن سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي هذه العناصر كلها مجتمعة أم أنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود؟ يذكر أولا أثر استماع القرآن الكريم في الملائكة، يقول: تحب الملائكة الكرام استماع القرآن الكريم وتحف مجالسه وتنزل أحيانا لاستماعه وللإنصات له. فمن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بقوله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال مجاهد: صلاة الفجر، أي أن القرآن الذي يتلوه الإمام في صلاة الفجر تشهده وتحضره الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. ولا يعني يصح ما يفعله بعض المذيعين حينما يقول: نذيع إليكم شعائر صلاة الفجر، فيجعلون من شعائر صلاة الفجر إيه؟ بالذات في رمضان تلاوة القرآن بعد الأذان، ويقول دائما المذيع إيه؟ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، كأن مقصوده هذا القرآن إطلاقا. إنما يراد بالقرآن هنا القرآن الذي يتلى داخل الصلاة، هذا هو المقصود. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القرآن الذي يتلى داخل صلاة الفجر مشهودا، أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. وإنما عبر صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح بقرآن الفجر، لأن القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إطالة القراءة في صلاة الفجر أكثر من غيرها في سائر الصلوات المفروضة، فكان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن أثر استماع القرآن الكريم في الملائكة الكرام استغراقهم في السماع حتى كادوا يظهرون للناس، وذلك عندما تنزلت ودنت من الصحابي الجليل أسيد ابن حضير رضي الله عنه وهو يقرأ في صلاة الليل. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن أخبره أسيد رضي الله عنه بما حصل له في تلك الليلة، أشياء الأنوار مثل مصابيح أخذت تقترب 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 فتوقف، خشت أن الفرس تأثر أو فزع من هذا النور، فكان قد يعني يحتمل أن كان يؤذي ابنه. فلما قص ذلك للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، يعني ما الذي منعك من أن تستمر؟ ثم فسر له ما رأاه فقال له: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهذا في صحيح البخاري. إذن في الحديث فضيلة الجهر بقراءة القرآن في صلاة الليل، وأنها سبب لحضور الملائكة ودنوها من القارئ. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولو قرأت، يعني لو استمررت في القراءة لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، يعني أن الملائكة لشدة استغراقهم في الاستماع كادوا يظهرون للناس على خلاف جبلتهم من الاختفاء الذي هو من شأنهم. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن.
وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. من ذلك أيضا أن الملائكة تحف مجالس القرآن الكريم لتستمع وتنصت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، يعني دارت حولهم، وذكرهم الله في من عنده. والحديث رواه مسلم. ثم ينتقل إلى أثر استماع القرآن الكريم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب استماع القرآن الكريم وتطيب نفسه حين استماعه له، ويظهر أثر الاستماع عليه بالتأثر والخشوع والبكاء، ولا عجب من ذلك، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أرق الناس قلبا وأسرعهم دمعة وأعظمهم تأثرا بالقرآن الكريم، فقد كان أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية. فمن هذه المواقف ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. وعند مسلم، هذه رواية البخاري، وفي مسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه: رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل، وفي رواية: فبكى صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار هنا الصوت الحسن، الصوت الحسن. لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وهذا أيضا صححه الألباني رحمه الله تعالى. هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. فطبعا هنيئا لسالم مولى أبي حذيفة، هذا الإيه؟ يعني الشرف العظيم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أدل على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاستماع القرآن الكريم من قول فاطمة رضي الله تعالى عنها: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. والمعارضة مفاعلة من الجانبين، يعني كأن كل منهما كان ثارة يقرأ والآخر يستمع ثم ينعكس الأمر، فهذا معنى المعارضة. إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. إذن المواقف والمواضع التي تبرز تأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند استماعه للقرآن الكريم كثيرة، وهذا لا يستغرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أتقى الخلق، كما في الحديث: لو أن أولكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. وأتقى قلب رجل واحد من البشر هو قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعليه أنزل القرآن، وقد رأى الملائكة وعرج به إلى السماء، وسمع صرير الأقلام، ورأى من آيات ربه ما رأى. فتأثره بالقرآن الكريم أمر لا يحتاج إلى دليل ولا برهان. ثم ينتقل إلى أثر استماع القرآن الكريم في المؤمنين، فيقول إن أثر القرآن العظيم في من يسمعه ليس خاصا بالملائكة الكرام أو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، بل يمتد ليشمل سائر البشر مؤمنهم وكافرهم، ولكن الأثر يختلف باختلاف الشخص نفسه. فإذا كان القرآن يحدث أثرا في قلب ونفس الكافر، إلا أن هذا الأثر لا ينعكس على حياته ولا على سلوكه، بل يحاول أن يكتم هذا الأثر كي لا يظهر على ملامحه ويفتضح أمره، فيتلاشى أثر القرآن أمام عناده واستكباره. أما المؤمنون فقد امتثلوا لآيات الله تعالى، لتعمل في قلوبهم عملها من التأثر والخوف والخشوع وزيادة الإيمان، ويظهر هذا التأثر جليا في انفعالاتهم وملامحهم عند سماعهم القرآن العظيم، كذلك يظهر في سلوكهم وحياتهم. فمن ذلك قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتأثرون عند قراءة القرآن أو سماعه، لرقة في قلوبهم وخشوعا وخضوعا عند كلام الله تعالى، مع ما يكون من الوجل والخوف والبكاء. فعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يفعلون إذا قرئ القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز وجل، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. تناول كثير من العلماء قضية الإعجاز القرآني بالبحث والتصنيف، وكانوا يستشهدون بهذه الآية على ما للقرآن العظيم من تأثير في نفوس سامعيه، خاصة إذا كانت هذه النفوس مؤمنة بالله تبارك وتعالى. أجرى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مقارنة بين نوعين من المتلقين لهذه الآية، فقال: هذه صفة الأبرار، يعني يقصد المتلقين لهذه الآية: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: الأول أحدها أن سماع هؤلاء المؤمنين ماذا يستمعون؟ أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات، أبيات الشعر تغنيها المغنيات. الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية، لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها، فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. الفرق الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقشعر جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ويتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية
ما لا يلحقهم أحد في ذلك، ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة. ومن الآيات التي تظهر أثر استماع القرآن الكريم في المؤمنين قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لقد حاز المؤمنون عند ربهم درجة سامقة لتأثرهم بالقرآن المجيد تأثرا عمليا صادقا له نتائجه في واقع حياتهم وحياة مجتمعهم. وقد وصف الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه هذا الوجل المذكور في الآية بقوله لشهر بن حوشب: الوجل في القلب كإحراق السعفة، أما تجد له قشعريرة؟ قال شهر بن حوشب: بلى. قال: إذا وجدت ذلك في القلب فادعوا الله فإن الدعاء يذهب ذلك. فهذا الوجل ارتعاشة قلبية تنتاب المؤمن حين يتلى عليه القرآن العظيم بما فيه من أوامر ونواه وزواجر، فيغشاه جلاله وينتفض منه مهابة ويتمثل عظمة الله إلى جانب تقصيره فينبعث إلى العمل والطاعة. يحكي الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى عن نفسه مثل هذه الحالة، فقال: كنت بين رفقة نسمر حينما طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم، فانقطع بيننا الحديث لنستمع وننصت للقرآن الكريم، وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيلا حسنا، وشيئا فشيئا عشت معه فيما يتلو. فلما سمعت قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، كانت الرجفة قد سرت من قلبي حقا إلى أوصالي، واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي لم أملك مقاومته، فظل جسمي كله يختلج ولا أتمالك أن أثبته ولا أن أكفكف دموعا هاتنة لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة. من الآيات التي تظهر أثر استماع القرآن الكريم في المؤمنين قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هنا يثني الله عز وجل على المؤمنين الذين من وصفهم التأثر والبكاء عند سماعهم لآيات الرحمن، ولم يكونوا كالذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا. قال ابن عباس: المراد به القرآن خاصة، وأنهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته. وقال النووي رحمه الله تعالى: البكاء عند تلاوة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. ولهذا قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال: هذا السجود، فأين البكي؟ يريد فأين البكاء. وكان عبد الأعلى التيمي رحمه الله تعالى يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما، لأن الله نعت العلماء ثم تلا هذه الآية: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أواها كثير البكاء حتى لا يفهم الناس عنه قراءته إذا صلى به، وهذا العذر الذي اعتذرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: إن أبا بكر رجل أسيف. فهذا كان معروفا من يعني أحوالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يدلف بعد ذلك إلى ذكر أثر استماع القرآن في أعدائه وخصومه، يقول: بلغ تأثير القرآن العظيم مبلغا خرق به العادة المعهودة من تأثير الكلام في النفوس. يعني لا يوجد كتاب على وجه الأرض إذا تلي على الناس يتأثرون به هذا التأثر إطلاقا، سواء في ذلك المؤمنون وأيضا غير المسلمين،
أو كثير من هؤلاء إذا سمع القرآن فإنه يتأثر به تأثرا يعني شديدا. فهذا نوع من خرق العادة في التعامل مع أي كتاب أو أي كلام يسمع. فهذا من يعني خصائص القرآن الكريم. فيقول بلغ تأثير القرآن العظيم مبلغا خرق به العادة المعهودة من تأثير الكلام في النفوس واستيلائه على قلوب المخاطبين استيلاء كالقهر وما هو بالقهر، وفعله في قلوبهم كالسحر وما هو بالسحر. صحيح صح الحديث أن يعني إن من البيان لسحرا، لكن الإنسان يستنكف حتى عن وصف القرآن بأنه سحر حتى لو أريد به هذا المعنى الصحيح. حتى أن بعض الإخوة مؤلف كتاب سحر البيان يقصد به في القرآن الكريم، فمع أن المقصود واضح وهو أن المقصود هنا السحر الحلال الذي هو مقصود بقوله عليه الصلاة والسلام إن من القرآن لسحر، لكن مع ذلك الإنسان يستوحش من أنه يسمع كلمة إيه؟ سحر القرآن. يقول لا يختص ذلك بالأنصار دون الخصوم ولا بمحالفيه دون مخالفيه، ولقد أثر في الأعداء كما أثر في الأتباع. فأذكر هنا نماذج من تأثر الخصوم والأعداء بتلاوة القرآن الكريم. طبعا هؤلاء الخصوم يعني أعلم الناس بلغة العرب وأفصحهم، وهم الذين تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله. فعتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي كان من عتاة المشركين، وكان من أشدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين حربا وإيذاء، وكان ممن دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم باسمه، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فجاءه عتبة بن ربيعة وكلمه كلاما طويلا، حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صدر سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه، وضع فمه على يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف عنه، ثم قام عتبة إلى أصحابه. فانظر إلى شدة تأثره بسلطان القرآن وقهر القرآن الكريم لقلبه، خشية وأشفق مما سمعه. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه كي لا يكمل الآية وناشده الرحم أن يكف عنه، ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض، رأوه هو قادم من بعيد، فقال بعضهم ببعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وكان فيما قال له لما رجع يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. هكذا كان أثر سماع القرآن في أعدائه يعتبر مفاجأة مذهلة
لم تعتدها آذانهم ولا عقولهم، ولم يعهدوا في ثقافتهم مثل هذا الخطاب الذي فاق في بلاغته وتأثيره كل ما سمعته آذانهم من قبل، شعرا كان أو نثرا. أيضا زعماء المشركين كانوا ممن تأثروا بالقرآن العظيم أيما تأثر، فهؤلاء الزعماء مع عنادهم كان يسارق بعضهم بعضا، فربما خرج أحدهم في جنح الليل المظلم ما يخرجه إلا استيلاء القرآن على مشاعره، يبحث عمن يتلو القرآن في هدأة الليل وقد أرخى سدوله. فهذا أبو سفيان ابن حرب، وأبو جهل ابن هشام، والأخنس ابن شريق أو شريق، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق. افتضحوا أن كل واحد كان رايح عشان إيه؟ يستمتع بقراءة القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضامن أن لا أحد يحس به، فكل واحد قاعد في مكان لم يرى الآخر. لكن حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا، تلاوموا عاتب بعضهم بعضا، إيه اللي بيعملوا ده؟ وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، ما ترجعوش تاني للإيه؟ لهذا الوضع، لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. لو الناس السفهاء والعبيد وهؤلاء القوم رأوكم تأتون لتنصتوا ولتستمعوا لصوت الرسول عليه السلام ويقرأ القرآن الكريم، هذا هيكون فتنة له عن الشرك والكفر، لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا، وحصل في الليلة الثانية ما حصل في الأول، كل واحد قال إن التانيين حيلتزموا بالاتفاق فأروح أنا إيه أحظى باستماع القرآن الكريم، فحصل نفس الشيء وكل واحد ذهب والتقوا بنفس الطريق. وحين التقوا في الليلة الثالثة قال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. هكذا كان تأثير القرآن في الأعداء، يخلع منهم القلوب فيطير النوم من أعينهم، ويبحثون عن سكن لها حتى إذا ما وجدوا وكادوا أن يستكينوا له أخذتهم العزة بالإثم، فارتدوا على أدبارهم ما يمنعهم إلا العناد. ولهذا حين سأل الأخنس أبا جهل عن رأيه فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاذبنا على الركب وكنا كفرسي رهان. وهذا يضرب مثلا للمتساويين في الفضل وغيره، حتى إذا تجاذبنا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن أبدا ولا نصدقه. من ذلك أيضا ما حكته كتب السيرة من قصة رجل من اليمن من قبيلة دوس قدم مكة في العام الحادي عشر من النبوة، ألا وهو الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، فاستقبله أهل مكة قبل وصوله إليها وبذلوا له أجل تحية وأكرم تقدير، وقالوا له إنك قدمت بلادنا، وإن هذا الرجل وهو الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه، وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع منه. قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، والكرسف هو القطن
يعني درجة أنه وضع أراد أن يذهب إلى المسجد الحرام حشى أذنه بالإيه؟ بالقطن كي لا يستمع يعني القرآن الكريم. يقول حتى ولا أكلمه حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فراقا أي خوفا من أن يبلغني شيء من قوله. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي عند الكعبة فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي واثقل أمياه والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان ما يقول حسنا قبلت وإن كان قبيحا تركت. قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته فتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك ثم أبى الله إلا أن يسمعني فسمعت قولا حسنا فاعرض علي أمرك. فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق. أيضا جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. قال ابن كثير وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر فكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب. التأثر بالقرآن الكريم وإن كان النماذج التي ذكرناها صورا فردية لكن هناك صور جماعية تدل على مدى أثر القرآن على سامعيه من أعدائه. حيث ضرب لنا كفار قريش مثلا واقعيا يبين أثر القرآن العظيم على قلوبهم رغم كفرهم فلم يتمالكوا أنفسهم عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجد فسجدوا وهم مشركون وهم يمارون في الوحي والقرآن وهم يجادلون في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنما سجدوا تحت وطأة القرآن وسلطانه على الكون كله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي الحديث في البخاري حديث صحيح سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. فالمشركون أنفسهم لم يتمالكوا أنفسهم ما استطاعوا أن يقاوموا عظمة القرآن الكريم فمجرد ما سمعوا قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا. ضمن أيضا من سجد من المؤمنين ومن الجن والإنس كما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير. ولقد صدق القائلون فتحت الأمصار بالسيوف وفتحت المدينة بالقرآن. فقد كان القرآن الكريم هو السلاح الحاسم في تحويل أهل المدينة خزرجهم وأوسهم من الشرك والوثنية إلى الإسلام والقرآن. ففي بيعة العقبة الأولى دار هذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفر من خزرج المدينة وكانوا 6 نفر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال من موال اليهود يعني من حلفائهم؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه
فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فآمنوا وصدقوا. وبعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة ليعلم الناس القرآن الكريم، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد مفصلا. هناك أيضا قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإن كانت في سنتها ضعف لكن قيل إنها صحت من طرق أخرى بدون ذكر آيات سورة طه ولكن آيات أخرى. فعن أنس فيروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج عمر متقلد السيف فلقيه رجل من بني زهرة قال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال عمر: ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي أنت عليه. الكلام ده يدل أنك أنت أسلمت يعني. قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن ختنك، ختنه يعني صهره زوج أخته وهو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن ختنك وأختك قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر ذامرا أي متهددا حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب، فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت فدخل عليهما. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما هذه الهينمة، يعني الصوت الخفي، ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ وكانوا يقرؤون طه. فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب على ختنه فوطأه وطئا شديدا، فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها نفحة فدما أو فدم وجهها. فقالت وهي غبة: يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلما يأس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم أقرأه. وكان عمر يقرأ الكتب. فقالت أخته: إنك رجل نجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم واغتسل أو توضأ. فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه حتى انتهى إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سمع خباب، اللي هو كان مختفي بقى، فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. فانطلق عمر حتى أتى الدار، وعلى باب الدار حمزة وطلحة وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى حمزة وجل القوم من عمر، قال حمزة: فهذا عمر، فإن يرد الله بعمر خيرا يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أنك رسول الله. فأسلم رضي الله تعالى عنه. من هذه القصص أيضا قصة يعني أسيد ابن حضير وسعد ابن معاذ، فقد جاء من خبرهما وكان سيدي الأوس بأن الداعية المكي
قد نزل قريبا من ديارهما، وأنا الذي جرأه على ذلك أسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء بيوتنا ليغري ضعفاءنا، يعني يحض ضعفاءنا على الإسلام ويزينه له، ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره امنعه وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد ابن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيتك ذلك. أخذ أسيد حبرته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه فأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد بن حضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأني له. اعد عليه الأمر برفق وتأني. بالمرة كده كلمة عابرة، كتير جدا من الناس حتى الملتزمين يجي ذكر فلان يقول لك فلان كان يريد يأسلم، تعبير في غاية الركاكة، في غاية الركاكة وفي غاية الضعف، ما يصح أبدا يقول لك يأسلم، فلان عايز يأسلم، هي الفعل يسلم، إنما يأسلم دي كلمة من اختراع الناس في هذا العصر من الركاكة وضعف اللغة الشديد، حتى في كلمة تمس أصل الدين مش عارفين ننطقها صح، مش هنقول مثلا زي فلسطين كله بيقولها فلسطين، ماشي مش مشكلة، لكن تيجي في عبارة الإسلام نفسها وقتها غلط يأسلم، إيه أسلم دي؟ من أين أتيت بهذه اللغة؟ يسلم، يسلم إسلام، لما يأسلم كلام في غاية الركاكة والضعف والهزال، ما يليق أبدا بأي مسلم يقول يأسلم، إنما هي يسلم. أخذ أسيد حبرته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد بن حضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأني له. وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزل هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة، وهذه كناية عن القتل. فالتفت مصعب إلى أسيد وخاطبه بلهجته الصادقة وقال له: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال مصعب: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت، وركز رمحه في الأرض وجلس. فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن. فقال أسيد: ما أحسن هذا الذي تقول، وما أجل ذلك الذي تتلو، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ فقال له مصعب: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصلي ركعتين. فقام إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى ركعتين. كان على أسيد أن يعود لسعد بن معاذ لينقل له أخبار المهمة التي كلفه بها، وهي أن يزجر مصعب بن عمير ويخرجه. وما كاد يقترب أسيد من مجلس سعد حتى قال سعد لمن حوله: أقسم لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني ذهب بوجه كافر غاضب ورجع بوجه مؤمن مشرق بنور الإسلام. المهم أن يعني أسيدا دبر طريقة معينة بحيث تنتهي بذهابه إلى نفس هذا المجلس، وما كاد يعني يسمع سعد بن معاذ عرض مصعب بن عمير وتلاوة آيات القرآن الكريم عليه حتى شرح الله عز وجل صدره للإسلام.
من ذلك أيضا قصة عمرو بن الجموح، فقد كان عمرو بن الجموح سيد بني سلمة، قد جاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد الداعية الأول سفير الإسلام مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. فآمن على يديه أولاده الثلاثة من أولاد عمرو بن الجموح، معوذ ومعاذ وخلاد، وصاحب لهم يدعى معاذ بن جبل. وأمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم هند وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبق من السادة والأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكانت تجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لزوجته: يا هند احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب بن عمير رضي الله عنه، حتى نرى رأينا فيه. فقالت: سمعا وطاعة. هي مؤمنة لكن كانت تخفي إيمانها، وأولادها أيضا كانوا قد أسلموا. قالت: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ قالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس يعني مصعب وحفظ شيئا مما يقوله. قال: ادعوه إلي. فلما حضر بين يدي قال: أسمعني شيئا مما يقول هذا الرجل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وتلا فاتحة الكتاب. فقال عمرو: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. سكت عمرو بن الجموح ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير مناه فأنظر ما يقول صنم. فقال له معاذ: وما عسى أن يقول مناه يا أبتاه وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق؟ فقال عمرو في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه، يعني لن أحسم أمرا أو أتخذ قرارا دون الرجوع للصنم مناه ولاستشارتها. ثم قام عمرو بن الجموح إلى مناه، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمه، ثم وقف أمامه واعتمد على رجله الصحيحة، لأن الأخرى كانت عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء، أخذ يمدح في هذا الإله الصنم. ثم قال: يا مناه، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك، فأشيري عليه. ومناة الثالثة الأخرى. فلم ترد عليه مناه بشيء، فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس أتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه مناه، وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه، ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا. سار ليلا أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى مناه، وحملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون فيها أقذارهم، وطرحوه هناك وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد. فلما أصبح عمرو مشى إلى صنمه لتحيته فلم يجده، فقال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة. فلم يجبه أحد بشيء،
فأخذ يبحث عنه في داخل البيت وخارجه وهو غضبان يتهدد ويتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة، فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه. وقال له: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته. فلما كانت الليلة الثانية عاد الفتية على مناه، ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقذار، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه. وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه برأسه وقال له: يا منى، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك وهذا السيف معك. ثم أوى إلى فراشه، فما أن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غطى في نومه حتى هبوا إلى الصنم فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل وربطوه إلى كلب ميت بحبل وألقوا بهما في حفرة الأقذار. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم، خرج يبحث عنه فوجده مكبا على وجهه في البئر مربوطا إلى كلب ميت وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، وإنما تركه وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله عز وجل. الحقيقة بتبقى يعني صور أخرى من صور التأثر أو الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم، وهذا الكلام في الحقيقة أو هذا الموضوع بالذات ليس موضوعا نظريا بالنسبة لكل واحد منكم، لكنه موضوع عملي، بمعنى أنك ابدأ من الآن أن تعرض نفسك لبركات القرآن سواء سماعة أو تلاوة، وفتش في نفسك عن هذا التأثير، ستجد بالفعل لو صفى قلبك يعني تأثير القرآن تحس به وتنفعل به وينعكس على حياتك كلها. بقي الكلام على أثر استماع القرآن الكريم في النصارى وأيضا في الجن، وأيضا نذكر نماذج مفصلة سواء معاصرة أو قديمة في تأثر كثير من الكفار عند سماع القرآن الكريم، لكن نكتفي الليلة بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.